يبدو أن بلدة بشامون المعروفة بطبيعتها الجميلة والهادئة لم تسلم من موجة فلتان التلوث البيئي في لبنان، فأهالي البلدة ومنذ فترة طويلة يعانون من آثار مكب للنفايات والردميات أنشئ في واد ملاصق لمشاريع سكنية، حيث تعايش السكان مع الغبار وضجيج الشاحنات والروائح الكريهة. المنظر على فكرة ما فينا نقعد أبدا على البلكون لأنه كله قرف ووسخ، أكثر من هيك ما عاش فينا نتحمل، وعن جد عم نفكر واحد ينقل من هون. البلدية إذ أكدت أن الأمر خارج عن سيطرتها، اعتبرت أن الحديث عن وجود نهر لا يتعدى كونه ساقية ماء. كميون الردم إذا عم بيجي من برا، طيب هذا هالكميون عم بيطلع، طيب هالبلدية منا شمس مثل ما قلت لك إنه تضلها ناطرة الكميون اللي بيطلع، يمكن هالموظف أو هالعسكري أو هالشرطي اللي واقف تحت، مجرد ما إنه جر ظهره ترجع يفوت كميون يكبهن أو يكبهن أو يكبهن، طيب ليه ما كانش عليها؟ مع إنه نحن ضد الردمية. وإذا كان حسب مجرى النهر، مجرى النهر هونيك نحن هذه ساقي مش إنه نهر، يعني مياه الشتاء كانت تنزل لها، يعني نهر ما فاضي. وفي انتظار تحرك المعنيين يدفع المواطن اللبناني الثمن مرة جديدة.